للمزيد بشأن انتهاكات القوات الحكومية والميليشيات ضد المتظاهرين وارتكابها مجزرة جديدة في الناصرية، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية المحلل السياسي والكاتب والمحلل السياسي العراقي الأستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين، بداية مرحبا بك. حياكم الله. سقوط شهداء وجرحى في الناصرية، لماذا تستمر القوات الحكومية والميليشيات بهذه الانتهاكات وعمليات القتل المستمرة رغم أن التظاهرات سلمية وتطالب بحقوق مشروعة؟ لكم ولمشاهديكم الكرام، أعتقد الحكومة منذ البداية هي تستخدم العنف وتستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وليس هذه المرة فقط. إصرار الحكومة على عدم تلبية المتظاهرين جعل المتظاهرين أيضا يتمسكوا بمطالبهم، وهذه المعركة أعتقد ستطول. وتميزت الناصرية عن بقية المحافظات بقوة تظاهراتها وتمسكها بمطالبها المشروعة، فأعتقد المعركة تطول بين الحكومة وبين المتظاهرين، لأنه ما زالت الحكومة تماطل في استجابة للمطالب وتعتبر المطالب هي مطالب فئوية إدارية خدمية، في حين هي مطالب سياسية مشروعة نتيجة فساد نظام سياسي موجود في العراق. لهذا السبب عندما تستبدل المحافظ من كتلة بمحافظ من كتلة أخرى، هذه فقط تزيد الطين بلة، والمتظاهرين أدركوا هذه الحقيقة. نعم. أيضا أستاذ حسين السبعاوي، وأنت معنا من إسطنبول عبر الهاتف، يعني هل تجدون في استقالة الوائلي أنك تلبي مطالب المتظاهرين؟ يعني المتظاهرين هم لم يخرجوا على شخص واحد بعينه، هم خرجوا على منظومة، هذا ما يجب أن تعرفه الحكومة والنظام القائم. اليوم ليست المشكلة في شخص الوائلي حتى يستبدل بشخص آخر، ولهذا سبب عندما أراد رئيس الوزراء باستبدال المحافظ بمحافظ آخر كان أيضا قابله الرفض. المطلوب أنه شخصية وطنية تدير المحافظة بعيدة عن الأحزاب الطائفية. إذا لماذا تصر الحكومة في بغداد على اختيار محافظ من نفس الأحزاب؟ لماذا هذا الإصرار مع العلم أنك تعرف أن المتظاهرين مطالبهم واضحة؟ نعم، لأن هذه الأحزاب هي من جاءت بالحكومة، والحكومة قدراتها محدودة في التغييرات الإدارية سواء على مستوى المحافظين وعلى مستوى المدراء. الدوائر هي قدراتها محدودة لأنها لا تستطيع أن تغير بسبب المحافظة الحزبية التي اعتمدتها العملية السياسية. فاليوم مثلا المحافظ من حصة الكتلة الفلانية رئيس الوزراء لا يستطيع أن يستبدله إلا بشخص قريب من هذه الكتلة أو منها نفسه. لهذا السبب أنا قلت لك أنه الصراع يطول، لأن المطالب المتظاهرين يعني مع استجابة الحكومة قضية متناقضة كاملا تماما. بالعكس، أنا أعتقد سيكون هناك صراع حزبي أيضا داخل الناصرية إضافة للخلاف مع المتظاهرين، لأنه عندما يزاح محافظ من الكتلة الفلانية ويأتي بمحافظ من كتلة غيرها، لا هو استجاب للمتظاهرين ولا هو استطاع أن يرضي الكتلة الحزبية اللي موجودة. فأعتقد الصراع يستمر بالمحافظة ويكون صراعا مركبا ما بين الأحزاب من جهة وما بين لاحظنا في الناصرية اتساع دائرة التظاهرات واتساع دائرة الثورة، يعني العشرات سقطوا ما بين شهيد وجريح، هناك اصطباغ بالدم في الناصرية. هل تتوقع أن تتسع أكثر نطاق الثورة وهذه التظاهرات بشكل كبير؟ هل نحن الآن أمام موجة ثانية ربما تنتقل من الناصرية إلى باقي المحافظات المجاورة الأخرى؟ نعم، أعتقد ذلك. أعتقد أنه الناصرية تميزت واستطاعت أن تحافظ على الزخم الثوري لها، وبهذا أعتقد المحافظات الأخرى ستكون ساندة لها. وقد لاحظنا منذ أمس إلى اليوم بعض المحافظات خرجت تساند المتظاهرين في الناصرية. إذا لم يساندوا بقية المحافظات ستبقى الانتفاضة محدودة في الناصرية، ويكون التغيير محدود أيضا في مدينة الناصرية، وهذا أعتقد ليس مطلب المتظاهرين ولا مطلب الشعب العراقي. هل تعتقد أن الموضوع سوف يتم معالجته ترقيعيا أيضا؟ يعني حكومة الكاظمي تنتهج نفس أسلوب الحكومات التي سبقتها، عمليات قمع مستمرة،
عمليات قتل للمتظاهرين السلميين، وبالتالي ربما يصل الأمر إلى ما وصلت إليه أو إلى ما انتهت إليه حكومة عبد المهدي وحكومة العبادي. هل ترى أن الأسلوب والنهج هو نفسه وسوف يتحقق على النمط الذي أو على شبيه النمط الذي سبقه؟ نعم، أعتقد الطريقة نفسها مستحقة، إما استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين أو علاج ترقيعي باستبدال شخصية حزبية بشخصية أخرى مشابهة لها، وهذه الحلول الترقيعية لا ترضى المتظاهرين، ولا العنف المفرط استطاع أن يوقف المتظاهرين، فالعملية هي ستبقى مستمرة الكر النفر بين المتظاهرين والحكومة ما لم يتدخل المجتمع الدولي في إنقاذ العراق مما هو عليه الآن. طيب، لجنة التظاهرات ثورة تشرين تساءلت عن توقيت زيارة بابا الفاتيكان، هل ترى في هذه الزيارة إضفاء نوع من الشرعية للأحزاب المتهمة بقتل المتظاهرين، رغم أن يعني هذه الميليشيات أيضا ارتكبت انتهاكات ضد الأقلية المسيحية في العراق منذ العام 2003، كيف تنظر إلى الحديث عن زيارة بابا الفاتيكان؟ يعني أعتقد الزيارة هي طابعها السياسي ودفع أميركي لهذه الزيارة لترقيع العملية السياسية المتهالكة التي جاءت بها إلى العراق، ولن تستطيع زيارة البابا للمرجعية في النجف أن تعالج، على العكس سوف توتر الأوضاع، لأن هناك مرجعيات عديدة في العراق، والعراق ليس مكونا واحدا ولا فيه مرجعا واحدا دينيا، ثم العراق ليس نظاما ثيوقراطيا كما هو دولة البابا، العراق حسب ما في الدستور بأنه هو نظام ديمقراطي برلماني مدني. الزيارة لا أعتقد تستطيع معالجة الوضع السياسي في العراق أبدا، ولكن تريد أن تضفي شرعية إلى هذا النظام، وأعتقد هذه الشرعية هي مسلوبة، ولن تستطيع زيارة البابا معالجة الأزمات اللي موجودة في العراق، ولا تستطيع أن تمنحها شرعية أكثر مما هي عليه الآن من مشاكل. طبعا الشرعية هي ممنوحة حتى للحكومة التي تقوم بعمليات قتل، القوات الحكومية تقوم بعمليات قتل أمام أنظار العالم بأسره ومستمرة بعمل بهذه الانتهاكات. هل نرى يعني موقفا معينا من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات، أم أن الأمر يعني محصور فقط داخل العراق وما يجري فيه من انتهاكات خارج إطار حقوق الإنسان هي يعني تعني أن الدم العراقي مستباح، ويعني لا يوجد أي شيء لوضع حد وإيقاف هذه الانتهاكات ضد العراقيين المتظاهرين بشكل سلمي؟ أنا أعتقد المجتمع الدولي ما زال لم يتحرك لإنقاذ العراق على ما هو عليه، رغم أنه هو المسؤول على ما جرى في العراق، السبب لأنه ما زالت الهيمنة الأمريكية على العراق، وطالما الهيمنة الأمريكية باقية ومستمرة على العراق المجتمع الدولي سيبقى بعيدا، إلا أن تكون هناك مظاهرات على كافة بمستوى كافة المحافظات ستفرض نفسها على المجتمع الدولي، آنذاك سيضطر المجتمع الدولي للتدخل. لا يمكن أن نبرئ أمريكا فيما يجري في العراق ونعتبر الموضوع فقط حصرا في دولة إقليمية مثل إيران، إيران ما استطاعت أن تتدخل في الشأن العراقي وتهيمن على القرار العراقي لولا الرضا الأمريكي، فهناك التحالف الأمريكي الإيراني على العراق الذي زاد الطين بلة، فالتحالف الإيراني الذي منع الدول الإقليمية من دعم العراق والتدخل والهيمنة الأمريكية منعت المجتمع الدولي من التدخل لإنقاذ العراق، وهذا الحلفين أعتقد يسقطان عندما يخرج الشعب العراقي في انتفاضة عارمة ويرفض هذه العملية السياسية وشخوصها وأحزابها. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لك.